الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. بسم الله. سنن الترمذي، ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في صلاة الصبح في وفاه في ذمة الله. عن أبي هريرة، الحديث في الصحيح وإن فرض به الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. قال أبو عيسى في الباب عن جندب وابن عمر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قوله أخبرنا يعني في هذا المعد بن سليمان فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، وزاد قال حسن غريب كان عبدا من الثامنة. قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وهنا أطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح يعني في ميقاته، وقد نقول وليس في ميقاته أيضا. كيف ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني من نام عن صلاة دون تفريط أو شغل أو شاغل دون تفريط أو نسيان وتذكر طلوع الشمس فصلى فهذا وقته، فهو يدخل في الحديث. ما يبقى العمل عموما، يبقى المطلق على الإطلاق. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يبقى المسألة هو أعماله إيش؟ الصبح. يبقى الصبح تصلى في وقتها وتصلى في غير وقتها للناس والمنشغل أو من شغل شيء قضاء قضاء وأداء. من صلى الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والأصل في القاعدة العام يبقى العموم والمطلق يبقى على إطلاقه. قال: من صلى الصبح، وفيها فائدة صلاة الصبح، ولذلك كثير من العلماء جعل صلاة الصبح هي صلاة الوسطى. الشافعي يقول صلاة الصبح صلاة الوسطى، ابن عباس أيضا يقول ذلك، وكثير من الصحابة وكثير من العلماء يرون أن صلاة الصبح هي صلاة الوسطى لعموم قول الله جل في علاه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني هو يشهد الله وتشهد الملائكة. وأيضا وتعرف الفجر هنا المقصود بها الصلاة، يعني صلاة الفجر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغيبة الفجر خير من الدنيا، خير مما طلعت عليه الشمس، فكيف بالصلاة؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة الصبح أنها صلاة مشهودة، قال: أثقل صلاة على المنافقين العشاء وإيش؟ والفجر، زي قالوا يا صلاة الوسطى. صلاة الصبح صلاة عظيمة جدا، لذلك أناط عليها النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام، وبين الله تعالى أهميتها في هذا الباب في قول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. والحمد لله أنه قال لم يقل من صلى الصبح في جماعة. نعم، ما شاء الله. نعم، وهذه ظاهرة جدا أن الجماعة ليست واجبة. كثير من العلماء يختارون الشيخ يردف الحديث في جماعة. هو الحديث على إطلاقه. في مسلم ما فيهوش في جماعة. على إطلاق. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نعم، فلا يتبعنكم الله شيء من ذمتي. قال: فهو في ذمة الله، أي في ضمانه. فهو في ذمة الله في ضمانه، يعني معنى ذلك أنه يكون محفوفا برعايتي وعنايتي سبحانه وجل وعلا، يعني كما قال النبي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهو في ضمان الله، في رعايته وكنفه وفي رعايته وكلئه سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه قال: كلا فاذهبا إنني معكما أسمع وأرى. فما استطاع فرعون الطاغية أن يفعل معهما شيء. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، كما قلنا في عناية الله جل في علاه، ويكون عبدا مسددا موفقا من الصباح إلى المساء، لأنه أدى ما عليه من الصلاة. قال: فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته، يعني لا يسألكم الله جل في علاه ولا يطالبكم بشيء قد فرطتم فيه. والمعنى: لا تفرطوا في الصلاة، فإن الله سيسألكم عن هذا التفريط. ولأن من ترك الصلاة المسألة عليه عظيمة جدا. أولا، عدم صلاة الصبح دلالة على النفاق، يعني من علامات النفاق عدم صلاة الصبح.
لأن النبي قال أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. وأيضا عدم صلاة الصبح، عدم اهتمام بصلاة الصبح خلل في الإيمان، لأن النبي قال من ترك صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدهما ويستقل، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهو في خلف إيماني ترك صلاة الفجر واعتدى عن ذلك خلل في إيماني، لأنه ممكن يصل إلى 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 مسألة الكفر والخروج من المنة. وقال بين المرء وبين الكفر أو الشرك تركه تركه الصلاة، فصلاة الصبح من أهمية الأهمية المكان فهو في ضمان الله. قال فلا تتبعنكم أو بشيء من ذمتي، يعني لا يؤخذكم الله تعالى بالتفريط وأن يراكم قد فرطتم في الصلاة وفرطتم في هذه التي هي أعظم أعمالكم على الإطلاق وهي الصلاة. وفي قولي وفي الباب عن جندب بن عمر، جندب حديثه أخرجه مسلم، نعم، وابن عمر أخرجه أحمد والبزار، قال من دريه رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب في سند معدي بن سليمان وضعيف. والصحيح أن الحديث له روايات صحيحة من أكثر من طريق، وفيها فضل صلاة الفجر والإحسان إلى النفس بالاستعداد، بهوبة الاستعداد لصلاة الفجر، فإن صلاة الفجر مشهودة، وإن قرآن الفجر مشهودة، وإن الله جل في علاه له الحكم على والشؤون في عباده، فأن من حرص على مثل هذه الصلاة وهي أسقل صلاة على المنافقين قد أظهر صدقه في العبودية لله جل في علاه، وقد يختار الله ويصطفئه من عباده فيقدمه على الجميع. الفوائد المستنبطة: عظم حق الصلاة، يضمن الله أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه باعا ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتى يمشي أتاه هرولة. كثرة المحافظة على الطاعات تجعلك في ضمان الله جل في علاه، ومن كان في ضمان الله فإنه يكون محفوفا برعايته وحفظه وكلائه سبحانه جل في علاه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.